نستكمل سوا حلقة ساعة الصفر مع سيدة التوقعات ليلى عبد اللطيف. أهلا وسهلا فيكي مرة جديدة. فيك نورتينا. تسلم يعني. بالعودة للتوقعات اللي تحققت بسنة 2024، ما شاء الله كان في كتير توقعات تحققت، منها السلبي ومنها الإيجابي. نعم. خلينا نحضر هالفيديو سوا. حادث الطائرة بتشغل العالم ولن ينجو منها أحد للأسف الشديد، وذلك خلال الأشهر الأولى من هذه السنة، والعالم سيبقى مع الإعلام تحت الصدمة لمعرفة الظروف وأسباب سقوط هذه الطائرة. كيف وليه ما بعرف، وين ما بعرف. بكل صراحة، بس أطلقتي هالتوقع كنت عارفة أنه الضحايا هن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد اللي كان معه؟ لا، كنت حاسة أنه في رئيس أو قيادة أو رئيس رح يصير شيء بقلب هيدي الطيارة، قلب طيارة يعني. الله يرحمهم وتكون متواهم للجنة. أمين. لما سمعت الخبر أكيد انأذت، ويعني تابعت الخبر، وكان الخبر مصدم الحقيقة ومحزن. لقيت أي اتصال من جهة أمنية من بعد ما ما انتشر توقعك أنه لا صدق؟ لا أبداً؟ لا 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 لا. في عنا توقعات لإيران؟ نعم، في عندي توقع لإيران. التطورات والتغييرات القادمة ستجعل إيران تقترب اليوم وأكثر من أي وقت مضى إلى حسم وإنهاء ملفاتها الداخلية والخارجية، والملف النووي الإيراني سيصبح قريباً من النهاية في المفاوضات الجارية مع الدول الغربية. بالرغم من كل التصعيد والتهديد الذي نراه اليوم، والمفاجأة ستكون أو ستأتي مع انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد، كما أرى مشهد حصول مواجهة تصعيدية ثانية ما بين إيران والعدو الإسرائيلي، وهذه المرة ستكون دفاعاً إن كان عن سوريا أو عن لبنان. والتغيير الكبير سيحصل في إيران، والمفاجأة الكبرى مع اسم الرئيس الإيراني الجديد. أنا بقول في تسوية بتصير بالمنطقة إن شاء الله مع الدول العربية، مع في تسوية بتصير. تسوية على أي صعيد؟ تسوية على كل الدول العربية. كل الدول العربية؟ نعم. ضد العدو؟ يعني. مش قصد يعني الحروب اللي عم تصير، بدها تصير تسويات بالمنطقة، في خارطة جديدة بدها تجي وتسوية كبيرة نشوفها راح تصير. يعني تهدئة يعني وسلام نوعا ما. كل الدول اللي شافوا الحروب اللي شافوا إنه حيصير في تغيير كبير وتسويات وتتعمر ويرجع الهدوء والأمن والأمان لهذه الدول. يعني نعم. سلام. سلام نعم إن شاء الله. إن شاء الله. قبل ما نكفي بالتوقعات، بعرف هلأ بظن بدك تتوقعي لغزة. نعم. كتار اليوم بيتهموا ليلى عبد اللطيف بالتناقض. بتقولي من جهة ما بيعلم بالغيب إلا رب الغيب. نعم. ومن جهة تانية بيصدقوا توقعاتك، ولاحظنا هالشي تحديداً بعد بسنة 2024، وبعدك بتقوليها؟ أكيد بعد بقولها، لا يعلم الغيب إلا رب الغيب أكيد، لكن برجع بقول لك إنه اللي عندي هو نحن يعني سبحان الله علم الإنسان ما لم يعلم، والإنسان لما بتفتح بصيرتك علي على شيء إلهام أو حدث معين وبيصير من أنا والطفلة أنا وصغيرة، هيدا مش الناس اللي إلها دخل فيه، هيدا بيني وبين رب العالمين ليأخذ أمانتي، لأنه ربنا رب العالمين علمه عنده بيلي عند ليلى عبد اللطيف. لا بقول أكثر ولا بقول أقل. أنا عمري ما قربت صوب حدا، يعني عمري ما أذيت حدا. كل عمري بلشت من التسعينات بالتوقعات لليوم، ما جيت امبارح وأول امبارح، وأنا ابتديت بتوقعاتي للناس، كانت الناس تجي تستشيرني ولم تزل الناس بيستشيروني، يا بيجوا بيزوروني يا عبر الهاتف. فأنا يعني بالعكس، يمكن أنا أحل لك شغلي واحدة، أنا ما بفهم بالطب، ولما بشوف شخص بقول له شو عم يمرق الأشياء الصحية وبيقول لي مزبوط، ما بعرفه، ما بفهم بالاقتصاد وبعرف بالاقتصاد، بالذهب شو بدك يعني. سبحان الله عندي أنا إلهام لكل شغلة، مش أنه بس أنا بتوقع سياسي، أنا بتوقع كمان للعالم،
مظبوط انتك ما بتتوقعي طيب. بس لدول وسياسيين بتتوقعي طيب. العالم وكثير انا ساعدت ناس كثير يا علي انهم كيف يروحوا يتعالجوا قبل فوات الاوان شو يعملوا ربنا حط هالعلم فيي او حط هالشيء فيي نعمه الالهام بعدين هيدا شيء بينه وبين ربنا ما خص الناس فيه لانه رب العالمين نحن كلنا بالاخره رح نوقف ورح نتحاسب وربنا هو بيعرف شو في بالقلوب وبالنيات صح ما في شك وقبل ما نكفي بتوقعاتك وتحديدا وبعيده عفوا وبعيده عن الشعوذات وعن الدجل وعن القال والقيل بعيده عنه الهام فقط هيدا عندي رؤيه للاشياء يعني وقت توقعت 11 سبتمبر قبل بوقت طويل طيب هيدي كيف واجت السي اي اي وحققوا معي وطلع انه شافوا الارشيف تبعي انه انا بتوقع يعني هن ما عرفوا فيها انا عرفت فيها فهيدا الهام لاكثر من رب انا يمكن بالاخره بعرف النعمه اللي حطتها ربنا هو بياخذها وهو اللي حطها بليلى عبد اللطيف وما حدا خاصه وعلى امل كمان الهامك ياخذنا دائما للقصص الايجابيه ان شاء الله هلا عم بقول لك بالعالم يعني دائما بيقولوا انت توقعاتك اغلبها القصص بتطال القصص السلبيه ما هي الايجابيه ما حدا بيعرفها يعني انا قلت يوما ما ست نجوى كرم تتجوز طب تجوز مؤخرا من السيد طيب. عمر صح حدا علق على هالشيء تعقول هيدي بتطلق كله بيعلق الناس بتحب دائما وانت كمان توقعتي للفنانه نانسي عجرم كمان تدخل مجال التمثيل انا هيدا من سنين وما بتمنى الا الخير وكمان على الشاشه عم يظهر رقم مكتبك لاي شخص بده يتواصل معه كرمال نعم أنا اي استشاره لا هو انا رح اقول لك شغله علي قبل ما نفوت بالهيدا في رقم واحد للتواصل مع ليلى عبد اللطيف ما في غيره 00961705467777 غير هيك بيبقى الرقم مزور ومش مزبوط مع استاذ زياد الشامي هيدا رقمه بس على هيدا الرقم اذا بدهم نعم. يتواصلوا معك ويوصلوا نعم. واي رقم ثاني بيكون هو مزيف مش رقمي والتوقعات للناس في ناس بتقلي ليلى بليز ما بدنا اياك تتوقعينا انت وتكوني على الهواء او على التلفزيون اخي انا قاعده ببيتي وهيدا شيء سري بيني وبين الناس بيفتكروا انه انا يعني حدا عم بيسمع توقعات او هيدي التوقعات بتبقى سريه لغايه ما الله ياخذ امانتي الله يطول وانا وياهم ببقى قاعده بالبيت لحالي بغرفتي عم بحكي معهم ما حدا بيسمع شيء